عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم. في عندي استفسار بالنسبة للفورم والفورمات، المفروض ما هي يعملها مين بالشركة؟ أنهي فورمات بالظبط؟ ال RFI، أي شيء بالنسبة حضرتك للدوكيومنتيشن بتتكلم على بتدخل. النماذج اللي حضرتك بتبتدي بيها المشروع؟ يس طيب النماذج دي حضرتك بتبقى لا إما المالك بيبقى مديها لك إن حضرتك تتعامل بيها، أو إن الكونسلتنت اللي بيبقى شغال معاك هو اللي بيديها للمقاول عشان هو يتعامل بيها خلال فترة المشروع. والدوكيومنت تمام. كنترول كل ما هو عليه إن هو يعمل لها كاستمايز على المشروع بتاعه، إن هو يحط فيها اللوجو ويكتب فيها أسامي الناس، يظبط الفورمز دي على أساس البروجكت عنده. بس دي بتبقى مسؤولية الكواليتي مانجمنت بتاعت الشركة، مش مسؤولية الدوكيومنت كنترول شخصيا. اوكي.